تحسين مستوى الرعاية الصحية في الكويت يمثل محوراً رئيسياً وهدفاً أساسياً للحكومة، وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من المشاريع الجديدة ضمن حزمة مشاريع خطة التنمية، سعياً لتحقيق المزيد من التقدم لبرامج الرعاية الصحية في الكويت. وتعتبر مدينة الجهراء الطبية صرحاً حضارياً متكاملاً جرى تنفيذه باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا الطبية، بحيث تكون إضافة مهمة وحيوية للمنظومة الصحية، وتندرج ضمن الرؤى السامية للقيادة السياسية والخطة التنموية للدولة في تنفيذ وتشغيل المشاريع الصحية الكبرى للارتقاء بمستوى وجودة الخدمة الصحية في البلاد. المستشفى الرئيسي في مدينة الجهراء الطبية يتكون من سرداب ودور أرضي و14 طابقا، ومساحة بنائه تصل إلى 440 ألف متر مربع. دكتور، لما نتكلم عن أي مشروع تنموي ناجح لابد أن يكون هناك ذكر للكوادر البشرية في هذا المشروع. الكوادر البشرية في مستشفى الجهراء الجديد من الكوادر الطبية الإدارية المساندة، نبي تعطينا حول هذه الكوادر كيف حققت نجاح هذه المنظومة الصحية. احنا دائما حريصين على نواكب التطور العالمي في المجال الطبي، ونحرص على استخدام التخصصات الطبيه الدقيقه وحتى الطبيه المساعده، ولله الحمد في مستشفى الجهراء الكثير من هذه التخصصات، وما زلنا بالتعاون مع وزاره الصحه نقدم الطلبات لاستخدام التخصصات الجديده والدقيقه. دكتور، مستشفى الجهراء الجديد هل حقق نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية في البلاد وكيف؟
أولا في الزيادة في السعة السريرية، ثانيا في تغيير النمط الطبي السابق وهو بأن يكون هناك تخصصات فرعية للتخصصات العامة مثل الطب والجراحة، حريصين دائما أن حتى فروع الطب الباطنية وطب الجراحة تكون هناك تخصصات دقيقة لهم، أجنحة متخصصة ونظام للغرف العمليات متخصصة لهم. طبعا بالنسبه لمستشفى الجهره الجديد هو صرح ما شاء الله تبارك الرحمن عالمي، ويعتبر طبعا تصنيفه صار 5 نجوم ما شاء الله تبارك الرحمن، بطاقه استيعابيه 1234 سرير، يعني طاقه ما شاء الله جباره. المستشفى الجديد ما شاء الله يغطي يعني تخصصات طبيه نادره وما كانت موجوده من قبل بالكويت، صارت موجوده عندنا الحين الحمد لله رب العالمين في مستشفى الجهره الجديد. طبعا مستشفى الجهره الجديد يغطي احتياجات المحافظه بشكل عام. احنا قبل في مستشفانا القديم كان عندنا نقص في عدد الاسره، كان في عندنا نقص في الكوادر الطبيه، كان عندنا نقص في التخصصات، ولكن الحين مستشفى الجهره الجديد حل جميع هذه المشاكل، وفر لنا منظومه صحيه متكامله، ويعني انا اتوقع انه ممكن يغنينا عن العلاج بالخارج، لان جميع التخصصات صارت متوفره عندنا في مستشفى الجهره الجديد. طبعا قسم الهندسه الطبيه هو من اهم الاقسام في مستشفى الجهره، قسم الهندسه الطبيه هو مسؤول عن تجهيز المستشفى بالمعدات الطبيه، مسؤول عن متابعه عقود الصيانه مع مهندسين الشركات المسؤوله عن الاجهزه اللي عندنا، مسؤول عن تطوير هذه الاجهزه وتزويد المستشفى باحدث التكنولوجيا الطبيه الحديثه. طبعا احنا ككوادر طبيه في قسم الهندسه الطبيه، يعني انا عن نفسي انا خريج بريطانيا، فكل الكوادر اللي عندنا ما شاء الله على مستوى جدا راقي، مستوى جدا عالي، ومتفانين بالعمل الأمانة، الشباب حابين الشغل وحابين التخصص، فقسم الهندسة الطبية تلقاهم حيوي في جميع أروقة المستشفى. يعني تحسين مستوى الرعاية الصحية في البلاد يمثل محورا رئيسيا وهدفا أساسيا للحكومة، والذي يتمثل في تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية. مدينة الجهراء الطبية، المستشفى الجديد، هذا الصرح الطبي الحضاري المتكامل يعزز من المنظومة الصحية في البلاد. احنا كخدمة اجتماعية نفسية يعني متواجدين داخل المستشفيات بشكل عام، دورنا مكمل ومدعم أساسي حق الهيئة التمريضية والهيئة الطبية كإدارة، يعني لنا دور كبير داخل المستشفيات. شلون إحنا كباحث اجتماعي كباحث نفسي تتحول لنا الحالات، في حالات تدخل ما فيها شغلات مرضية، حالات اجتماعية، حالات نفسية، حالات اقتصادية،
هذا كله دور الباحث، يفتح تحويل من أو أثناء المرور تتحول للحالة، ونقوم في نقدم أفضل الخدمات الطبية للمريض. الفترة الحالية الحين مثلاً عندنا تركيز على حالات طويلي المكوث. شنو الأسباب؟ ندرس الأسباب، ليش هما قاعدين، نحاول كثر ما نقدر نوفر لهم الخدمات داخل البيت كأسرة، ككراسي، كأجهزة. أيضاً إذا في بعض الحالات مثلاً حالات وافدين، حالات كذا، رسوم، حالات تسفير، لنا دور كبير مدعوم من العلاقات العامة من الإدارة. فالخدمة الاجتماعية بشكل عام شامل، يعني يدعم، يقدم أفضل خدمات، يعني مساعدات أو اجتماعية نفسية اقتصادية شاملة للمريض. هذا كخدمة اجتماعية. أيضاً لنا دور كبير في البرامج الوطنية، لنا دور كبير في دورات إحنا نقدمها، نجيب ناس من برا أو من داخل، نطلع أيضاً ندعمهم داخل المدارس. لنا دور كبير كأعضاء في لجان، لجنة الرضاعة الطبيعية، لجنة مثلاً الصحة، لجنة الطفل، لجنة إيذاء الطفل، لنا دور كبير، يعني مدعوم مع اللي لهم يبون باحث اجتماعي يسوي دراسة كاملة للحالة، شنو السبب إيذاء مثلاً الطفل، أو إنه شنو الظروف اللي حواليه كاجتماعي اقتصادي نفسي. هذا دور الباحث. طبعاً إحنا كقسم مدعوم أساساً، لنا دور كبير من ناحية شنو أيضاً مع المعاقين، يعني كمعاقة الهيئة، فإحنا نحاول بكثر ما نقدر نوفر له اللي نقدر عليه مع وزارة الشؤون، الهيئة مالت المعاقين، أيضاً مع كبار السن، الهيئة مالت لجنة كبار السن نحاول نفعلها مرة ثانية، كان لنا دور كبير معاهم. فهذا دور الباحث الاجتماعي. طبعاً قسم عناية الأطفال الخدش في مستشفى الجهراء الجديد هو قسم يعني بالأطفال المواليد اللي هم من وزن تقريباً 500 جرام وبعمر حملي 24 أسبوع فما فوق. أي طفل يحتاج لرعاية طبية خاصة من بعد الولادة، من دقيقة صفر من بعد الولادة، يتم إدخاله إلى القسم. طبعاً القسم إحنا الحمد لله انتقلنا للمستشفى الجديد، كان المستشفى القديم مكاننا تقريباً محصور وضيق، وكان ما يستوعب كل السعة السريرية اللي إحنا نطلبها أو اللي نحتاجها، لكن الحمد لله في المستشفى الجديد يتميز بالسعة الكبيرة، بالمساحات الكبيرة داخل الغرف العناية المركزة. كنا في المستشفى القديم تقريباً 6 أطفال في غرفة، حالياً 4 أطفال ماكسيموم في الغرفة الواحدة، وبالتالي المساحات ما بين الأطفال صارت حسب الستاندرد العالمي اللي احنا مفروض نمشي عليه يعني. والحمد لله بالإضافة لذلك كانت موضوع الأجهزة، الحمد لله الأجهزة كلها حديثة، سواء على مستوى أجهزة اللي سبورت أو اللي تعمل دعم للتنفس، أو اللي تسوي مونيتر للبيبي، أو اللي تعني بعلاج الطفل من أمراض معينة، سواء العلاج بالغازات الخاصة لبعض الأمراض الحادة بالنسبة للأطفال، أو الأجهزة اللي هي تعني بمراقبة تحاليل الدم. الحين العالم متجه إلى أنه يكون نون انفيزيف للطفل، يعني ما في داعي إني أنا أشك الإبرة عشان أعرف وضع البيبي. الحين من خلال جهاز أوصله على إصبع الطفل، ومن خلال أجهزة ثانية ممكن أركبها على الطفل، أعرف شنو قاعد يصير داخل جسم الطفل، سواء جسم الأعضاء الداخلية أو مثلا المخ حتى. فهذا أعطانا وايد تطور في هذه المراقبة والعلاج بالنسبة للأطفال.
قسم السجلات الطبية يخدم المرضى والمراجعين ويخدم الإدارة ويخدم الدكاترة ويخدم الوزارة نفسها. قسم السجلات الطبية طبعاً احنا في خدمة المريض في عدة خدمات عندنا، في عدة أقسام عندنا وفي عدة وحدات عندنا، اللي هي تضمن وحدة الحوادث الرئيسية، وحدة العيادات الخارجية، وحدة الدخول والخروج، ووحدة الإحصاء، وحدة البلاغات الولادة اللي هي شهادة الميلاد، ووحدة الفهرس عندنا، وحدة والأهم وحدة اللي هي ملف المريض، مكتبة الملفات. دكتور، ايضا نبي نتكلم عن المشروع من جانب التصميم والشكل الهندسي الذي اضفى جمالا الى جانب العمل الفعلي الطبي في هذا المشروع. نبي نتكلم عن، او نبي حضرتك تتكلم عن التصميم والشكل الهندسي وكيف بدا وكيف بدات الفكره حتى يعني اصبح امام الامر الواقع. طبعا كان هناك قبل عدة سنوات، يمكن ما يقارب إلى 7 سنوات، اجتماعات مع المسؤولين كانوا في المستشفى الجهراء القديم مع الديوان الأميري، وتم إعداد التصاميم الهندسية بالتعاون مع المخطط الطبي. المستشفى يتكون من 4 أبراج، كل برج يحتوي على 13 دور، وكل دور يحتوي على جناح، إضافة إلى أن منطقة مساندة لهم وتسمى منطقة البوديوم من 4 أدوار فيها غرف العمليات وغرف العيادات الخارجية وغرف المبيت للأطباء. دكتور محمد، يعني هناك الكثير من العمليات الجراحية الناجحة اللي تم في مدينة الجهراء الطبية، نبي نستوقف عند هذه العمليات، تبرز لنا أبرز هذه العمليات اللي تمت بنجاح ويعني فاقت الصيت. العمليات اللي تمت الحمد لله، عمليات أورام، عمليات طوارئ، عمليات حوادث، عمليات اللي هو مثل عمليات المرارة والعمليات أورام القولون وعمليات السمنة كذلك. كثير من العمليات كانت فيها بعض الصعوبات، ولكن الحمد لله تم إنجازها تقريبا من فترة بسيطة. في المستشفى القديم كان هناك طبيب زائر من بريطانيا، وتم إجراء عملية لأحد المرضى، كانت المعدة تقريبا شبه كامل أو الأحشاء الداخلية في القفص الصدري، والحمد لله تم إجراء العملية بنجاح وتم خروج المريض بنجاح إلى منزله الحمد لله. دكتور، لو نتكلم على الطاقة الاستيعابية لقسم أو العمليات الجراحية الكبرى ونوعية العمليات اللي تتم وعدد العمليات اللي تمت منذ افتتاح المدينة الطبية الموجودة في الجهرة حتى الحين.
طبعا العمليات عندنا ما شاء الله عدد طيب جدا من العمليات، غرف العمليات عندنا تقريبا 20 غرفة عمليات، وهذا عدد كبير جدا يعتبر، وغرف ما شاء الله كبيرة ومتسعة فيها جميع الأجهزة المطلوبة لإجراء العمليات الكبرى بأنواعها. بالإضافة طبعاً عندنا إلى عندنا غرف قسطرة القلب، وعندنا غرفتين كبار في جزء من العمليات لعمل قسطرة القلب، بالإضافة إلى عمليات جراحة الأوعية الدموية وجراحة القلب المفتوح. هذا بالإضافة إلى غرف عمليات، وجزء من العمليات موجود في مبنى الخاص بالنساء والولادة. فيعني الطاقة الاستيعابية تقريباً بحدود 37 غرفة عمليات، هذا غير كما تكلمنا عن غير غرف القسطرة وغرف عمليات القلب المفتوح. فلا شك أنه يعني طبعا عدد ممتاز وكبير، وكما قلنا هو يعني طبعا مجهز تماما بجميع الأجهزة الضرورية لعمل كافة أنواع العمليات الجراحية. طبعا هنا طبعا في جراحة الجراحات باختلافها، جراحة الجراحات الجراحة العامة والأوعية الدموية حاليا موجودة، وطبعا بالإضافة إلى المسالك والأنف والأذن وكذلك العيون وغيره. فإن شاء الله حنا طبعا جزء من خطة الوزارة إن شاء الله هو طبعا البدء بعمليات القسطرة قريبا إن شاء الله، وكذلك إن شاء الله يعني استخدام أطباء متخصصين كذلك لفتح مجالات أخرى إن شاء الله في المستقبل. طبعا الكوادر الطبيه عندنا في الكوادر الوطنيه عندنا في قسم الهندسه الطبيه مثل ما انا قلت، لان الاغلب عندنا كويتيين، الشباب كلهم ما شاء الله حابين التخصص، مستمتعين بالتخصص. يعني احنا هني الامانه ما قاعد نعمل، احنا مثل ما تقول قاعد نمارس هوايه، احنا حابين هذا التخصص وحابين عملنا. فالشباب ما شاء الله على مستوى جدا عالي، استلمنا مستشفى الجهره في وقت قياسي، جهزناه شغلناه في وقت قياسي، يعني ما شاء الله مبنى يعني مثل هذا الصرح الكبير احنا جهزناه بوقت قياسي جدا يعني، والحمد لله الحين جاهز وكامل في جميع اروقته.